سبتاوي ومليليه والجزور الجعفريه يا من الله يا من الله حتى القولوا ويلك ويلك يا عدو من هذه المناظر الجميله الساحره الخلابه. نشوف دابا على بركه الله واحد المنطقه رائعه ورائعه جدا. كوم جزور الجعفريه جزور ما خلينا حنا الله يرحم والدي مسليله سولتني خليني سليله من مرسى لهنا نيشان المغرب ديالنا فيه ما ينتاف. السلام عليكم اخوان اخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خير الوطن تبارك الله عليكم اصبركم لاباس عليكم المتتبعين ديالنا في الوطن ولا خير الوطن موتكم بخير وعلى خير. السلام عليكم الرايد ديالنا كيفاش لاباس عليكم صحه لاباس نتمنوا من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير والصحه مزيانه يا ربي. نعم عاجينا المارينا ان شاء الله يا ربي خليكم معنا باش نوريكم كل شيء فيها ان شاء الله يا ربي. مارينا السعيديه مارينا السعيديه الحكايه تبارك الله ولكن الاجواء ممتعه وممتعه جدا. روح موجود البحر يعيش بقى تشوف فيه ممنوع العومه خلاص راه ممنوع العومه البحر هايش. مارينا مارينا تبارك الله الشغل كبير بطوات الصيد كبارين من هذه البلاصه هذيك بطوات كبارين وكاين ديك صغارين الصيد ولكن الدنيا كامية البشر قليل هذه الدنيا هذه قال لك الدنيا بالصيف الكل بلاد وعامره دابا خاوي حيت الدراري المدرسه كلشي يرجع للمدرسه هذا بعد بان الدنيا خاويه ولكن الجو مكالمي والجو رائع ورائع جدا. هذه هي المارسا مارينا مارينا السعيديه السعيدية محسوبة على إقليم بركان. دابا راه حنا في إقليم بركان هذا هو إقليم بركان السعيدية راه باقا محسوبة على إقليم بركان هادشي اللي كاين. وي داكشي اللي كاين ديالنا هذه هي الجوله ديال مارينا. نمشيو دابا على بركه الله لواحد المنطقه رائعه ورائعه جدا في اقليم الناظور. خليو المشاهدين ديالنا كذا شويه معنا على بركه الله خليوهم معنا. دابا راه شادين طريق تما لاقليم الناظور بلا سخر الله واد ملويه هذا واد ملويه هو نشوف هذا واد ملوية هذا واد ملوية فيه الماء تبارك الله يا ربي ها ملوية قنطرة هذه قنطرة ملوية هذا واد ملوية هو اللي يفصل بين إقليم بركان وإقليم الناظور. دابا إلا سخر الله رحنا داخلين إقليم الناظور يعني من نافذ هذا واد ملوية غندخلوا إقليم الناظور هذا هو واد ملوية راه عامر تبارك الله بالأميون فعلا. دابا إقليم الناظور يرحب بكم تحية للناس الناظور كاملين والمشاهدين كاملين.
المشاهدين المتتبعين ديالنا مرحبا بكم في كاب دولو او راس الماء. راس الماء كاب دولو او كابويا واسمية الثالثة كابويا كما يسموها الناس هنا اقليم الناظور. بلاصة هادي راس الماء تحية لاقليم الناظور. اقليم الناس اقليم الناظور تحية لهم تبعة الحال وعلى المتتبعين ديالنا كاملين في الوطن وخارج الوطن. البلاصة هادي المنظر هذا من هنا روعة 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 الصراحة. المغرب ديالنا فيه ما ينشاف صراحة الله، فيه المناظر فيه البلايص اللي هما واعرين بزاف. الدنيا هنا واعرة بالعين. والله إلا واعرة. هذيك الجبوله اللي تما مع شو ماي الجبوله راه فين هما؟ تما ثلاثه راه واحد راه جوج راه ثلاثه. هاكم جزر الجعفريه جزر فين السكان يبانيو شو لينا؟ وماشي مشيو لينا، خلينا حنا الله يرحم والدين سليله. سولتني خليني سليله صافي واخا. هاكم جزر الجعفريه الجزر المغربيه محتله من طرف الاسبان. هاك داك الشيء دابا محسوب على اسبانيا يعني محتلينها الاسبان. جزر مغربيه اسمها الجزر الجعفريه، هادشي كنا نقراوها في الثالث. وهما هم سبحان الله العلي العظيم. قرينا هادشي. هي اللي تجي في النشيد الجزر الجعفريه. سبتاوي ومليليه والجزر الجعفريه يا من الله يا من الله حتى القولوب. ويلك ويلك يا عدو كل شبر من بلادنا كل يوم ضربه قويه. كنا دائما نقراوها في النشيد. وي هاي وي وهذه هي الجزر الجعفريه. هذه كيبان لي فيها السكان. سبحان الله مدور بها الماء وهي. دور بها الماء الجزر. ثلاثة الجزر هاكم. هادي هادي طابويا وراس الماء تما ثلاثة من الجزر، واحد بحال شي سبع متوكي ناعس، هادي الطرفية الهيدا، ولكن ما يبانش فيها الأثر ديال الديار. لا هاديك ما فيهاش. الوسطية تبان أخاي فيها، وتبان بحال شغل شي كنيسة الله أعلم أنا يبان لي شغل شي كنيسة هادي. هادشي اللي كاين هذا هما الجزر الجعفرية المحتلة من طرف الإسبان. ما هذا ما يم ثلاثة بهم بالضبط. المتتبعين ديالنا المشاهدين ديالنا نخليكم مع اللقطات السينمائية. تكتشفوا فيها المناظر والجمال كاب دولو او لا كما يسموها الناس هنا في البلاد كابو ياوا. هذه المرسل قابوياوا هنايا فيصاد الحوت. هذه البلاصه هذه مشهوره بالحوت والحوث الجوده السوبر. ما بقى لنا الا نمشيو نتغداو الحوت. عامل البحر لشويه. عليش يلا على بركه الله نمشيو نتغداو واحد. هذا الريستورات اللي بانوا هنا كاملين ذو الحوت. هذا الريستورات هذا كلهم ذو الحوت والحوت عندهم زايد. نقولوا نتغداو شي واحده. كلشي ما كاين لا غير الريستورات ديال السمك هنايا. نقولوا شي وحده ونتغداو فيها ان شاء الله يا ربي. الله من الريستورات هذه هنا ما نتغداو ان شاء الله يا ربي. الحوث سوبر او باقي طري يلاه جا من مصر من مصر 150 درهم. سولنا السيد اللي كلف قال لك اسيدي 150 درهم 150 درهم للكيلو.
ربحوا في الطريق تبارك الله من مرسى لهنا نيشان تاكلوا على الله ما نتغدوا عيبان اي شاهي هذاك الشيء اللي كاين ما تاكلوا على الله نتغدوا احنا احنا بالحق الله جوعنا جوعنا من لهنا لهنا من اقليم بركان اقليم الناظور خرب طريق وما ما ما بحال البحار بزاف ديال الكعبه وجوعنا تاكلوا على الله ما نتغدوا يلا بسم الله اخوان اخوات المتتبعين في الوطن خارج الوطن من راس الماء اقليم الناظور نودعكم وتبارك الله عليكم ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله من هذه المناظر الجميله الساحره الخلابه نودعكم وتهلاو لنا في راسكم ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله يا رب الله الحبيب ديالنا تهلاو في راسكم ما نساوش لايك للفيديو وتال مره اخرى ان شاء الله السلام عليكم تبارك الله عليكم اعانكم الله